يعني انا كل لما اجي اساله على نقطه تحوله يعني يكون معانا تقرير. طبعا ده والد هشام، يعني الراجل الجميل اكيد هشام، ودي اكيد تاثير في حياتك، او انا اتكلم العيله كلها، ولكن طبعا الاب بيبقى ليه دور مهم خصوصا لعيب الكوره. طبعا طبعا والدي تعب معايا جدا وربنا ربي يخليه لي ويبارك فيه ويشفيه. هو على طول كان معايا، ما كانش بيسيب لي ماتش والله يا كابتن في اي حته. الناشئين كان بيسافر ورايا كل حته، وكان كل مكان ورايا، كل تمرين ورايا، كان على طول مساعدني وكان على طول بيقدم لي كل حاجه. وهو يعني فخر ليا، بشكره على كل حاجه عملها معايا في حياتي وعلى كل حاجه علمها لي، وبشكره ان ربى ابنه كويس، وربنا رب يخليه ليا وانا ماشي بدعواته. كانش ليه رأي في الصفقة؟ لا ليه طبعا، هو اول لما عرف طبعا الاهلي وفي مفاوضات وكده كانوا طبعا مبسوطين جدا، ومن غير ما يفكروا قالوا لي لا طبعا ترجع النادي. واحب برضه اشكر والدتي، لاني يعني ربنا يبارك فيها ويخليها لي وانا ماشي بدعائها. ربنا يخليها لك. ويا الست يعني دي مهما قلت مش هقدر ادي حقها، ما بخلتش علينا بحاجه خالص، وطول حياتها عايشه عشان خاطر تخدمنا. فربنا يخليها لي يا رب، هي والدي، واديهم الصحه كده واقدر ارد يعني جزء بسيط من اللي هم عملوه معايا. ويعني هطول على حضرتك، بس احب اشكر برضو مراتي، بشكرها على دعمها ليا. لسه متجوزت في شهر 12، وهي ربنا يخليها لي يعني ويبارك فيها. وهي بالنسبه لي حاجه كبيره، واستحملتني كتير ووقفت معايا كتير في حاجات كانت صعبه، ووشها حلو جدا عليا. ربنا كرمني بعد جوازي الحمد لله بحاجات كتير كويسه، وربنا يخليها لي يا رب وما تحرمش منها ابدا. وبشكر كل اهلي كلهم. كان ليا اخ، ليا حسام اكبر ولا اصغر؟ ليه اصغر، انا الكبير. وكان ليا حسين، بس هو توفى الله يرحمه. كان حسين لعيب في النادي برضو، وكان كابتن فرقته مواليد 92، بس جاله تعب وجاله مرض كانسر، وهو ربنا رحمه وافتكره في مكان احسن. وليا حسام ده الصغير 2001 بيلعب، كان لعيب في النادي الاهلي، وبعد كده ودينا انبي، وان شاء الله يبقى لعيب كبير يرجع تاني حاجه. لا هنسفره بره ان شاء الله. لا الاهلي بره ان شاء الله، ده يعني باذن الله سفره بره ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خليني اكلمك، يعني معانا والدته على التليفون، والدته هشام معانا. طيب يعني مساء الخير على حضرتك يا فندم، ويعني هشام لسه بيتكلم ودعوات حضرتك اكيد. احنا دايما بنتكلم ان الام بيبقى ليها دور مهم جدا في لاي لعيب كره قدم، لان طبعا زي ما بنقول اصابات كتير، حاجات كتير قوي بتحصل خارجه عن ارادته، فبالتالي الام بيبقى قلبها دايما على ابنها. يعني اكيد منوره قناه الاهلي، ويعني هشام مع حضرتك يعني لو عايزه تسلمي عليه. الله يسلمك هشام. يعني انت كنت لسه بتكلم ماما وتقول على دورها معاك طبعا. ايوه. ازيك يا هشام؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. الله يخليك يا حبيبي، الف مبروك رجوعك النادي. ربنا يبارك فيك يا رب. اتمنى لك التوفيق يا رب دايما كده، وتكون اضافه قويه للنادي الاهلي ومع زمايلك ان شاء الله باذن الله حبيبي. ربنا يخليك يا رب. يعني فندم حضرتك، وهشام لما خرج من النادي الاهلي وهو بكلام ان هو يرجع تاني للنادي، حضرتك كنت بتقولي له ايه؟ بقول له طبعا ابن النادي طول عمره، وياما خد يعني على طول بطولات وهم في الناشئين هو وكده، فطبعا دي كانت امنيه بالنسبه لنا واتحققت الحمد لله. طيب يعني هو يعني هشام يمكن اتعرض لاصابه، لو حضرتك احنا كنا لسه هنتكلم عليها. دايما الام، انا يمكن النهارده اتصبت كتير على فكره، ودايما امي كانت دايما بتتخض، اول واحده بتتخض بعيد عن الاب. طبعا الاب بيبقى ممكن لحد ما الامور اقوى شويه، لكن حضرتك كنت لما بتشوفي هشام في الاصابه حضرتك كنت بتعملي ايه؟ الحسد بيبقى كتير اكيد. طبعا والله انا على قد ما بقدر، على قد ما انا ببقى موجوعه، بس بحاول والله قدر الامكان، وهو عايز كده كويس، ان انا ما اظبطلوش ان انا يعني دي حاجه كبيره ولا حاجه صعبه. لا ان شاء الله يا هشام تكون بألف سلامه وترجع احسن من الاول باذن الله. فعلى طول كنت يعني معاك كده يعني.
طيب يعني حضرتك يعني بتقولي هشام بقى المرحله الجايه وبتدعي بقى للنادي الاهلي بقى في ظل وجود هشام بقى المرحله الجايه انه ياخد كل البطولات، يعني اكيد الدعوات الامهات دي حاجه مهمه. طبعا اتمنى له طبعا النادي الاهلي دوت، يعني احنا من مشجعين من قبل هشام ومن هم صغيرين، يعني الاهلي ده بتاعنا يعني. قلت له ما يروحش حته غير الاهلي؟ ها طبعا حضرتك قلت له ما يروحش حته غير الاهلي. ها طبعا كان الناشئين بس الاهلي يعني رحمه. كنت بتروحي وراه برضه النادي وهو في القطاع؟ طبعا والله انا كنت انا مثلا مره وبابا مره، انا مره وبابا مره كده. هم في الناشئين يعني. ربنا يخليكم طبعا ليه طبعا. اتمنى له ان هو يكون اضافه قويه للنادي الاهلي ومع زمايله باذن الله ان شاء الله. يمكن انا عارف برضو ان خالد حضرتك برضو يا العيله العيله موجوده معانا على الهاتف. طيب يا ريت تديهاني. اتفضل. مساء الخير على حضرتك يا فندم. الو مساء الخير على حضرتك، تحياتي ليكي. يعني هشام موجود معانا اهو في الاستوديو، يعني برضو كان بيتكلم ان العيله بشكل كبير كانت واقفه جنبه، وحضرتك ام تانيه ليه اكيد. طبعا ربنا يكرمه يا رب، بنقول له الف مبروك رجوعك لبيتك يا هشام، نورت بيتك ان شاء الله ربنا يكرمك تكون اضافه كويسه للنادي وتعمل معاه انجازات كثيره باذن الله. اهلاويه برضه حضرتك؟ ها كل العيلة كلها العيلة كلها بنشيك بس بنشيك بنشيك. طيب يعني يعني طبعا وهشام بيرجع تاني برضه بنفس السؤال للوالدة، كنتوا انتوا كعيلة بقى بتقولوا له ايه؟ لا بنقول له طبعا واقفين معاه عشان احنا مربيينه، يعني هشام بيجينا شويه ويستاهل كلنا يعني معانا بيطوروا، احنا معاه وبنشجعه وعارفين ان هشام بيفتح النادي الاهلي جدا 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 الصراحه. يعني تتوقعي بقى لهشام بقى المرحله الجايه يكون عامل ازاي مع النادي الاهلي؟ انا بشكر حضرتك، يعني اكيد شكر يعني كبير، اكيد دعواتكم بقى لهشام ولزمايله والنادي الاهلي بشكل كبير ووجوده يعني دايما باستمرار، لان الدعوات دي مهمه جدا. ولكن قبل ما اقفل مع حضرتك، بتشوفي اصعب وقت كان لهشام مر عليه في حياته كان امتى؟ الحمد لله. طب اكتر ماتش انتوا افتكرتوه بالنسبه له، يعني كنت فرحانين ان هو كان متالق بشكل كبير، تفتكريه حضرتك؟ اكتر ماتش يعني اكتر ماتش هشام كان متالق فيه وانتوا كنتوا مبسوطين بيه قوي، ولما رجع البيت قعدتوا تكلموه عن الماتش ده؟ هو يمكن الماتش اللي كان بعد جوازه على طول، طبعا كانت العين عليه كان لسه متجوز، وكل بقى يقول بقى هيقدر يلعب كويس ولا لا، اصل ده كان كويس جدا فيه وجاب جون، فاحنا كنا فاكرين جدا الماتش ده. جميل. انا بشكر حضرتك طبعا، دعواتكم زي ما بقول لكم كده لينا والاهلاويه كلهم والنادي الاهلي والهشام، ان شاء الله نبقى دايما في المقدمه باستمرار، دورهم مهم جدا العيله ده، خلي بالك هشام اكيد، وانك ترضيهم ده حاجه مهمه جدا. اكيد والله كابتن، دي من الحاجات الاساسيه عندي وانا دايما بفتخر بيهم واهلي دول عندي حاجه كبيره جدا جدا جدا، تعبوا عشاني كتير واتبهدلوا عشاني وضحوا بكل حاجه عشاني، فانا من غيرهم ولا حاجه.